ايوه شوف هنا انا قبل اوريك هذا تشغيل سكر وشغل، درجة حرارة فوق تحت، هنا مود يبغى بارد هار هواء كده، هذا مود. بعدين فان يبغى ارفع هواء زيادة يبغى ناقص، هذا فان. بعدين من هنا adjustment of day يعني تسوي ترتيب يوم. بعدين هنا هذا من هنا هذا دف على طول عشان يغير هذا يبغى غير يوم غير ساعة كده من هنا، هذا أخير واحد. بعدين هذا set adjust هذا ما في دخل يعني هذا ما في، بس هذا بس هذا إيش دخل إيش فائدة هذا ما في set back يعني هذا إنجليزي كلام set back، بس هو ما في شغل، هذا شغل من هنا من تايمر، هذا ما في سوي، بس انت من هنا ساعة ستة ساعة وكذا. هذا يبغى adjust هذا تايم يعني تايم سوي ترتيب تايم، هذا تايمر delete هذا تايمر set. تايمر delete يعني انت ركب مثلا ركب ساعة ستة شغل صبح ساعة ستة قفل، ركب من هنا يعني اوتوماتيك اوتوماتيك هو يجي نفسه يجي ساعة ستة يجي سكر شغل، بعدين صبح ساعة ستة هو يجي يفصل، يبغى خلص منتهي يعني اطلع من تايمر، هذا تايمر ديليت ركب هنا. هنا هذا حق مينتيننس يعني ولع، هنا في لمبة، في لمبة اذا هي في فلتر وسخان وفي مشكلة في فلتر يجي وسخان على طول من هنا سوي هذا ولع سمسم لمبة كده. طيب شغال هين ولا لا ما يجي الحين؟ ليش هو يجي وسخان بعدين يجي ولع، في سنسر موجود يولع من نفسه ايوه. بعدين انت سوي نظافه فلتر مينتيننس بعدين هو يجي سكر، يعني الزرار هذا اذا ولع طلعت في لمبه والعه ايوه اعتبر ان يعني في وسخان، علامه حق وسخان أيه. اوكي هذا ايكونومي درجه حراره يبغى خرجه 25، هذا ايكونومي شغل يعني، هذا برضو ما في انت ركب ايكونومي هنا، هذا يجي ايكو. بعدين هو ما يجي شغل سمسم برودة زيادة وبرودة يجي ناقص، يعني لازم تطلع من برود هذا ايكونومي يعني. بعدين هذا اثنين، هذا اثنين حقي مروحة كيسيت، ما بي حقي مروحة مخفي، هذا مروحة كيسيت عشان دي فوق تحت، وشركة صنع هذا ترموستات يعني في مخفي وكيسيت مع بعض واحد، يعني كده النفر ركب هذا ولا ركب تاني وفي علامة موجود، هذا بس كده كله. هذا مفاتيح سمسم شغل هذا اوكي.